هنعمل زينة يا جماعة من قماش الجوخ، يا رب تعجبكم ان شاء الله. ديزاين بقى اوضه الاطفال ان شاء الله، تابعوا الفيديو. هتجمعيهم بقى بعد ما قصتيهم بالابره والخيط. تنسيق الالوان زي ما انت عايزه او زي ما انت حابه. ممكن الاشكال برضو تقص الشكل اللي انت عايزاه او اللي انت حباه، ما تقيديش بالشكل اللي انت شايفاه معانا. ابره وخيط وبتثبتي بقى ايه برضو في اختيار الخيط، اختاري لون مناسب للقماش الجوخ اللي انت بتشتغلي بيه. مسدس الشمع بقى وتثبتي ايه شغلك للخيط اللي هنعلق بيه. تعملي بقى طبعا اكتر من واحدة عشان المنظر معاكي يبان ويكمل.